هنبدأ نكمل مع بعض ونشوف ازاي نعمل implementation للترانسفير ليرنينج، وطبعا باستخدام ال VGG-16. اول حاجة اهو زي ما احنا شايفين ده الروبوت الخاص بيه. هنبدأ نستخدم او نعمل امبورت للايبرز اللي احنا هنحتاجها. فهنا الماتبلوتليب والنمباي والاوس، هنا دي فانكشن، اتنين فانكشن دول. الاولانية دي بتعرض صورة جري، تمام، بلوت دوت اي ام شو للصورة اللي هي جري، والتانية دي اللي هي بلوت كولر ايمج دي بتعرض الصورة اللي هي ار جي بي، تمام، بلوت دوت اي ام شو للايه، للصورة. بعد كده هنا هنبدأ نستدعي الباكج او الاي بي اي اللي هي كيرس، هنستدعيها من التنسر فلو، تمام، بالشكل ده كده، امبورت التنسر فلو اس دي اف كيرس. وهنا هنبدأ نستدعي الموديل، وهنبدأ نستدعي برضو من اللايرز الدنس والفلاتن والكونف والماكس بولين. هنا الداتا سيت اللي هنبدأ نشتغل عليها في الجوبيتر ده هي اسمها امنست، طبعا دي اللي هي خاصة بالأرقام اللي هي من 0 ل 9، صور عبارة عن صور لأرقام من 0 ل 9. هنجيبها منين؟ هنعمل لها امبورت من sklearn.dataset، هنعمل امبورت لمين؟ للفيتش اوبن ام ال، دي اللي احنا هنجيب منها مين؟ هنجيب منها الامنست underscore 784، دي اسم الداتا سيت بالشكل ده كده. 784 دي لان الصورة طولها او اللينس بتاعها 784 بكسل، اللي هي 28 في 28 يعني. وهنا الفيرجن 1 والكاش ترو، هنبدأ نرجع الاكس والواي اللي هو الفيتشرز والليبل بتاعتها بترو، وبالتالي احنا هنا دي بترجع لنا اكس وواي. لو جينا هنا نشوف مع بعض اهو، فاحنا عندنا بكل بساطة دي الاكس او الفيتشر او الصور يعني، وهنا الواي. فالاكس بتكون هي الصور الايمجز بتاعتنا، تمام، والواي دي اللي هي بتعتبر مين؟ الليبلز. فانا عندي الايمجز وعندي الايه، الليبلز بالشكل ده كده اللي هو اكس وواي. طبعا هنا الواي الليبل حولها بس الانتجر، تمام، بقت واي. وهنا بنعمل برنت للاكس دوت شيب اوف زيرو. طبعا شيب بترجع ايه؟ بترجع الاكس والواي او الدايمنشن بتاع الاري اكس والواي. اكيد طبعا من المفترض ان احنا كلنا عارفين نوم باي، فعارفين الحاجات دي شيب اوف الزيرو اوف الوان والكلام ده كله، فمفترض ان احنا عارفين اللايبريز دي زي النوم باي والمات بلوتليب وغيره وغيره. فهنا لما نقول اكس دوت شيب اوف زيرو، زيرو دي معناها ايه؟ معناها ان هي بترجع لي عدد الصفوف او عدد الايتمز اللي عندي. فانا لما اقول اكس دوت شيب اوف زيرو، فالاكس هنا فيها كام، فيها كام صورة؟ هيقول لي اهو فيها 70,000 صورة. طب هنا اكس دوت شيب اوف الواحد كده هيرجع لي كام ايتم في الصف ذات نفسه؟ فانا عندي الصورة عندي 70,000 صورة، طب الصورة فيها كام ايتم؟ قال لي فيها 784 بكسل، تمام. وهنا الواي دوت شيب اوف زيرو، هات لي بقى الواي دي فيها كام صف؟ قال لي ان هي فيها 70,000 صف او 70,000 قيمة، تمام. وبالتالي احنا كده بالشكل ده احنا هتلاقي الامنست، الامنست هي الداتا سيت فيها كام صورة؟ الامنست فيها 70,000 صورة زي ما شفنا كده، والصور دي متخزنة 1D بالشكل ده كده، يعني الصورة عبارة عن 784 بكسل. دي باختصار شديد هي الداتا سيت الخاصة بالامنست، 70,000 صورة والصورة فيها 784 بكسل متخزنة بالشكل ده كده. هنا طبعا لو جينا قلنا math dot square root، لو جبنا الجذر التربيعي ل x dot shape of الوان، يعني اللي هو الجذر التربيعي اللي ده اللي هو 784، هتلاقيها 28 في 28، هتلاقيها 28 يعني. فمعنى كده لو انا عاوز احول دي ل 2D، يعني الفلاتن دي هي الصورة دي كده معمول لها فلاتن، فلاتن يعني هي 1D، تمام، ففيها 784 بكس. طب لو انا عاوز ارجعها لاصلها صورة بقى كده فيها ويدث وهايت عشان نبدأ نشوفها مع بعض، في الحالة دي هنعمل ايه؟ هنشوف هي عبارة عن كام في كام. فانا لما اجيب الجذر التربيعي ل 784 هيديني كام؟ 28.
معنى كده ان الصورة دي كانت كام في الاول؟ 28 في 28، وبدأت تتحول يعني تتخزن في لاتين ب 784، تمام. فالصورة بتاعتنا 28 في كام؟ في 28 زي ما احنا شايفين كده. هنا بعد كده هنيجي نعمل ايه؟ هنبدأ نعمل ترين تيست سبليت للداتا سيت بتاعتنا عن طريق الفانكشن دي اللي احنا بنستدعيها من ال stklearn.model_selection، وبنديها ال x وال y اللي هي الصور وال y اللي هي الليبل، تمام. وبعد كده التست سايز، هو التست سايز فيها كان 1/7، 1/7، لو احنا حسبناها كده بالكالكوليتر 1/7 هيدينا تقريبا 1.4، تمام. ده اللي هو ايه التست سايز، 1.4. انت ممكن تغيره وتخليه زي ما انت عاوز، تخليه مثلا 2 من 10 بالشكل ده كده، او ممكن تخليها موست كومن 3 من 10، تمام. لكن هي كانت شغالة على ايه؟ يعني الرن اللي طالع ده كان رن على اللي هي 1/7. انت ممكن تخليها تيست سايز ب 3 من 10، معناها ايه؟ لو انت خليته 3 من 10 معناها بالشكل ده كده ان انت عندك التست 3 من 10 هياخد 3 من 10 من الصور اللي عندك، والترين هياخد كام بالظبط؟ هياخد 7 من 10. فانت عندك دي تيست 3 من 10، يعني 30% من الايه، من الداتا سيت هنخليها للتست، وهناخد منها 70% نشتغل عليه ايه كترين. وده بديهي جدا لان احنا من ايه بنبدأ نعلم الموديل على الترين، فطبيعي ان الترين يكون كبير وايل ان التيست يكون اقل، لان احنا بس ايه من تيست البرفورمانس بتاع الموديل. جميل جدا. طبعا استراتيفاي بواي دي عشان ايه؟ يعني هو ساعات لو انت شلتها هيعمل راندوم، يعني هيقسم راندوم، لكن انت استراتيفاي واي بيبدأ يقسم وايزلي، يعني ايه بشكل حكيم شوية كده، بحيث لو في كلاسز صغيرة شوية فما ايه ما تترميش في حتة واحدة بس، فهو ايه بياخد منها هنا وهنا. الراندوم ستيت طبعا ب 42 او بأي رقم، دي عشان تثبت لك عملية الايه، عملية الترين تيست سبليت في كل مرة، يعني في كل ران اللي بترنه هتلاقي التقسيمة ثابتة، تقسيمة الترين والتيست دي ثابتة في كل مرة، ده لما تحط الراندوم ستيت. بعد كده هنا حولنا الاكس ترين والاكس تيست حولناهم لنون باي، لان كل الحاجات دي ب باندا، فاحنا هنحتاج ان احنا نحولها لنون باي اري عشان نعرف نتعامل معاها، وهي عشان نعرف نعمل لها ريشيب. فاحنا هنا الصور زي ما قلنا، الصور اللي موجودة في الاكس ترين والاكس تيست هي عبارة عن كام؟ عن 700 784، فاحنا هنحتاج ان احنا نحولها لصورة عشان نبدأ نشوفها ونعملها فيجواليزيشن، وعشان نبدأ نبصيها للموديل بتاعنا اللي هو VGG-16. فأول حاجة حولناها لنمباي، وبعد كده هنعمل لها ريشيب اهو، هنبدأ نعمل لها ريشيب للسايز اللي احنا بالشكل ده كده اللي هو 28 في 28 في 1، وهنا برضو نفس الكلام بالنسبة للتست، هنبدأ نحولها ل 28 في 28 في 1، تمام. فانا عند الاكس ترين هنعمل لها ريشيب لاكس ترين دوت شيب اوف الزيرو. طب اكس ترين دوت شيب اوف الزيرو كام؟ لاحظ ان انت لما عملت ترين تيست سبليت بقى الترين كام؟ 60,000. خد بالك دي 1/7، امتى كان الرن الاولاني، تمام، عشان لما ترن معاك تلاقي نفس الناتج، تمام. لو جيت بصيت هنا هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الاكس ترين والاكس تيست، الاكس ترين السامبلز بقى 60,000، والاكس تيست بقى كام؟ بقى 10,000، تمام جدا. فانا عاوز اعمل ايه؟ عاوز احول الصور دي، تمام، اللي هنا الصور دي الاكس تيست والاكس ترين، عاوز احولها ل2D 28 في 28. فهنا السطرين دول بيحولها ل 28 في 28 زي ما احنا شايفين كده، تمام جدا. فعشان ابسطها اكتر، انت عندك في الاكس ترين ده
كام؟ السايز بتاعها كام؟ فيها 60,000، تمام؟ 60,000 صورة، وال60,000 دول في كام؟ في 784، يعني طولها 784. انت عاوز تحولها لكام؟ ل60,000 في كام؟ في 28، في 28 في واحد. وده اللي احنا ايه، ده اللي احنا عملناه هنا بالظبط، اللي هو الاكس ترين دوت ريشيب حولها لكام؟ اكس ترين دوت شيب اوف الزيرو اللي هو 60,000 في 28، 28 في واحد. والتست نفس القصة، التست عبارة عن كام؟ عن 10,000، 10,000 في 784، هنحولها لنفس الكلام ل 10,000 في كام؟ في 28 في 28 في واحد، تمام. وده اللي احنا عملناه، وبدأت تتحول معانا اهو. لما احنا جبنا الترين اكس ترين دوت شيب اوف زيرو، لقينا ان هي ب 60,000 ودي ب 10,000. وهنا حتى لو شفت اهو الاكس ترين دوت شيب، هتلاقيها دوت شيب، هتلاقيها اتحولت ل 60,000 في 28 في 1. لاحظ انت ممكن الواحد ده يعتبر ايه، ممكن تشيله هتشتغل معاك عادي جدا، تمام. بس القصة في ايه؟ القصة في ان الواحد ده هنحتاجه تحت، لان هي الصورة حاليا ايه، ار جي بي ولا جري؟ الصورة زي ما انت شايف كده جري، يعني الصورة دي جري. احنا تحت في في الفيديو جي 16 هنحتاج ان هي دي تكون في كام؟ في 3، ودي برضو تكون في كام؟ في 3. ان انا احولها من جري نحولها لايه؟ ل ار جي بي. وده اللي احنا هنعمله تحت عشان نبدأ نبصيها للموديل بتاعنا، تمام جدا. وطبعا الواي ترين نفس الكلام، والواي تيست هنحولها لنون باي، عشان هي ايه، زي ما قلنا ان كل الاربع ايتمز دول كلهم باندا، فاحنا هنحولهم لنون باي. لما نيجي هنا نعمل بلوت الايمج، نعمل اي صورة كده، يعني الاكس ترين اوف الاندكس، لو احنا هنعرض الصورة اللي هي 15,000 دي، عدد الصفوف كلها وعدد الروز كلها وزيرو، وهنا هنطبع الواي ترين اوف ال15,000 يعني الليبل بتاعها، فهتلاقي ان الصورة طلعت 7 والنمبر ايه، 7 اللي هو النمبر ده، تمام جدا. فهنا احنا استخدمنا الفانكشن اللي هي بلوت ايمج، اللي هي بتعرض بالايه، بالجري. تعال بقى ايه نظبط، لاحظ ان الصورة دي ايه، جري مش ار جي بي. فاحنا هنحتاج، احنا قلنا اهو احنا محولينها كده لايه، لجري. هنحتاج ان احنا نحولها لار جي بي، ان هي تبقى ايه، 3 channels، بدل ما هي 1 channel تبقى 3 channel. فهنيجي هنا نمبورت من ال skimage.car، هنمبورت ال gray to RGB. هنا هنعمل function اسمها resize image، دي اللي هتاخد يعني دي اهي، هنستدعيها تحت، وهنبصلها ال x train وال x ايه test، هنبصلها الصور اللي هي فوق دي اللي هي 1 channel او اللي هي gray. هنبدأ نبصلها ال resize image دي عشان تعمل لنا حاجتين، ان هي تحولها من RGB، سوري، من جراي لار جي بي، تمام. وتاني حاجة ان هي تحولها برضو يعني تعمل لها ريسايز، بدل ما هي 28 في 28 تخليها كام؟ 32 في 32. يبقى احنا هنعمل حاجتين، هنعمل ريسايز وهنحولها من جراي لار جي بي. ففي الاول خلاص احنا هنعمل ماتريكس اسمها ان بي دوت زيروز، عبارة عن كلها صفار، ايه السايز بتاعها؟ اكس ان دوت شيب اوف الزيرو، يعني بعدد الصور اللي داخلها لها الاكس ان دي، اللي هي دي اكس ترين او الاكس تيست. فلو فرضا اكس ترين هيخش لها كام؟ 60,000. فهنا اكس ان دوت شيب اوف الزيرو يعني ايه، كريت لي 60,000 صورة، وال 60,000 كل صورة هي 32 في 32 في 3، وخزن الكلام ده هنا، ده لو احنا مسكنا دي يعني. ففي الحالة دي الاكس اندرسكور 32 فيها كام صورة؟ فيها 60,000 صورة، والصورة عبارة 32 في 32 في 3، اللي هو الصورة يعني إن شاء الله هتبقى إيه؟ ار جي بي. بعد كده هنمشي فور لوب من الإكس لحد 60,000، ونبدأ نعمل إيه بقى الحركة دي بقى؟ إن إحنا نحول الصورة من جراي لار جي بي، لأن الصورة هنا جراي زي ما قلنا، هنحولها لار جي بي. فأنا هبصيله الصورة أهو، تمام؟ وفي الأي وكل الصفوف وكل الأعمدة، وهنخزنها فين بقى؟ المفروض نخزنها في الصور اللي هي 32 دي. لاحظ ان الصورة هنا كام؟ الصورة هنا 28 في 28، هنخزنها فين؟ هنخزنها في صورة اكبر اللي هي 32 في 32 في 3، تمام كده. يعني هي دي هتتحول ل 3 شانل، هتتخزن هنا
في 3 تشانل بس، هتتخزن في 32 في 32 يعني اللي هو من 2 لحد 30 ومن الاثنين لحد 30 اللي هو الصفوف والأعمدة. يعني بكل بساطة خليني نوضحها هنا أكتر. أنا عندي مثلا الصورة هنا اللي احنا الصورة اللي هي معانا حاليا دي الصورة جري، تمام بالشكل ده كده، تمام اهو. هنقول ان الصورة دي مثلا كام، 2 سوري 28 في 28، ودي اللي احنا عاوزين ايه نحولها لمين، ل ار جي بي. يعني هنا هنحولها بالفانكشن جراي تو ار جي بي. المفروض تتحول لايه، لكام صورة، لثلاث صور ورا بعض كده، ثلاث صور. خلينا في الصورة الأولانية مثلا اللي هو تتحول لثلاثة تشانل، الصورة دي تبقى كام، 32 في كام، في 32. فأنا هنا هتتحول من 28 في 28 تتحول ل 32 في 32 في 3 اللي هو 3 تشانل ورا بعض. لاحظ إن أنا دي هنمسكها كده ونحطها في النص هنا، فلما 28 في 28 تحطها في على ال 32 في 32 هيتفضل كام رو زيادة وكام كولوم زيادة بالظبط كده، هيتفضل فيه هنا 4 رو زيادة وهيتفضل 4 كولوم زيادة. فهنحطها ازاي، هنحطها في النص بحيث يبقى فيه هنا صفين زيادة، يعني هيبقى فيه هنا صفين فوق زيادة وهيبقى فيه تحت صفين ايه زيادة، ونفس القصة هيبقى فيه 2 كولومز زيادة هنا، وهيبقى هنا نفس الكلام برضو ايه في 2 كولوم زيادة، وهكذا برضو في نفس التو تشانل اللي ورا. فانا هنا هيبقى عندي 2 و2 4 كولوم، وهنا 4 هتديني 32 في 32 في 3. فده ببساطة اللي احنا عملناه هنا، انت ممكن تعملها بريسايز على طول بأبسط من كده يعني، تمام. فالصورة اتحولت معانا من جراي لار جي بي، واتحولت من 28 في 28 ل 32 في 32، تمام. وبقى اسمها اكس ترين واكس تيست اندرسكور 32. لما هنا نعرضها بالفانكشن اللي فوق اللي هي كولر دي، تمام، ونعرض اللي هي الصوره اللي هي الاندكس بتاعها 15000 هيدينا بالشكل ده كده. فلاحظ ان انت ايه، دي الصوره 28 28 تلاقيها صغيره اهي، طب دي كبيره شويه. حتى لو تلاحظ كده هنا الاسود ده قليل اللي هو بعد الابيض ده، هنا هتلاقيه ايه زاد شويه، يعني هو في تو كولوم في تو روز زادوا تحت، وفي تو روز هنا زادوا فوق، وفي الشمال في اتنين كولوم زادوا هنا وفي اتنين كولوم زادوا هنا، تمام. تعال بقى نشوف ال VGG16، وده الموست امبورتنت في الجوبيتر، ده اللي احنا عاوزين نتكلم عليه. هنبدأ هنا من كيروس ابلكيشن، هن امبورت ال VGG16. هنبدأ برضو بكل بساطة نقول ايه، هنقول ال VGG16 هنستدعي الموديل ده بتاعنا ده، تمام، اللي هو الويتس، هنقول ان هي ايمج نت، وهنقول انكلود للطب ايه بفولس. انكلود للطب معناها ايه، معناها ان انا اخر لير عندي انا مش عاوزه، تمام، اخر لير مش عاوزه اللي هو فين، اللي هو زي ما انت شايف كده هنا، فين اخر لير ده ما تجيبوش معايا، ده معنى انكلود طب بفولس. ده في اي ترانسفير ليرنينج موديل لازم يكون موجود، اللي هو انكلود توب فولس، يعني ايه، شيل لي اخر لاير ده ما تجيبوش معاه. زي ما قلنا في حاله الفيديو اللي هو ده، تمام، اللي هو ده يعني شيله ما تحطوش معاه. فزي ما قلنا الفيديو 16 في كام كلاس، في 1000 كلاس، في 1000 كلاس، فاحنا هنشيل ال 1000 كلاس دول مش محتاجينهم معانا، فهنقول له انكلود توب ايه بفولس. طب هنا الانبوت شوب بكام، احنا عندنا 32 في 32 في 3. طب انت الصور بتاعتك لو 64 في 64 فهتقول له 64 في 64 في 3. طب لو 28 في 128 في 128 فتحط له هنا 128 في 128. طبعا يعني ايه، ما تحطش صور اقل من 32 في 32، يعني 28 في 28 مش هتنفع. جميل جدا. فاحنا هنا عرفنا الانكلود توب دي اهم حاجة عندنا، ان احنا فولس شيلها ما تحطوش. بعد كده ده ال VGG model dot summary، عاوزين نشوف اللايرز فيه عامله ازاي. هتبص تلاقي ده السمري بتاع الموديل اللي هو VGG model، زي ما انت شايف كده، ده الانبوت لاير 32 في 32 في 3، ودي البارامترز، ده الاوتبوت شيب، ودي البارامترز. بعد كده هتلاقي فيه بلوك 1، فيه كونف 1 وكونف 2، بعدين بول اهو. بعد كده هتلاقي هنا
conv 1 conv 2 بول، ها هتلاقي هنا conv 1 conv 2 3 بول، conv 1 2 3 بول، conv 1 2 3 بول، تمام. فهتلاقي فيه كام convolutional layer وكام max بول، وفي الاخر خالص ده بيقول لك العدد البارامترز فيه حوالي 14 مليون 700 الف، ده ترينبل بزيرو وده نون ترينبل ب 14 الف اللي هم دول يعني، تمام. تعال نجيب اخر لاير عندنا، يعني الفي جي جي موديل دوت لايرز وبالسالب واحد، يعني هات اخر لاير عندك هنا، مين اخر لاير هنا بالظبط؟ هو ده، هو الماكس بول اللي هو ده، فحتى لو بصيت هتلاقي ان هو ده الايه، ده اخر لاير عندك. جميل جدا. تعال بقى نبص هنا حاجات مهمة برضو، هنا هنمشي على كل لاير في اللايرز اللي عندنا وهقول له ان هي ترينبل بايه، بفولس، يعني انا مش عاوزك تعمل لها ترين، تمام، يعني مش عاوز نعمل لها فاين ايه، فاين تيونينج. جميل جدا. طب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنيجي عند اخر لاير، احنا عاوزين نقطع من عند مين، او ناخد من عند مين، من عند اللاير الاخير ده، تمام. احنا كده كده شلنا اخر لاير اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الاوتبوت لاير ده، احنا شلناه، تمام. الاوتبوت لاير ده احنا ايه، شلناه، او اللي هو الدنس لاير. فهنبدا نقطع من عنده، يعني من عند الاخير ده اللي هو ماكس بول في الحاله بتاعتنا، ونبدا نضيف بقى. فالماكس بول ده احنا هنيجي اهو ناخده، اللي هنقول في جي دي موديل دوت لايرز اوف السالب واحد اللي هو الماكس بول ده دوت الاوتبوت، هاته لي بقى في الاكس، وهنبدا احنا هنا في الحاله دي نضيف الايه، اللايرز اللي احنا عاوزينها. فانت هنا ده اكس، هنبدا نضيف في لاتن للاكس اهو، وهيديني اكس. هنبدا نضيف دنس لاير اهو، في كام نيرون، في 256 نيرون، والاكتيفيشن فانكشن بتاعتنا اللي هي اسمها ريلود، تمام. وبعد كده هنضيف دنس لاير تاني اللي هو الاخير بقى اللي هو كام في الحاله دي، ب 10. ب 10 ليه؟ لان احنا عندنا 10 صور او 10 كلاسز من 0 لتسعة، تمام، اللي احنا اتكلمنا عليهم هنا اهو، من 0 لكام، ل 9. فاحنا ضفنا الدنس لاير بكام، ب 10. جميل جدا. انت هنا بقى ممكن تضيف اللايرز اللي انت عاوزها، تمام. زي ما قلنا انت ممكن تضيف اللايرز اللي انت عاوزها هنا، اللي هو احنا ضفنا اهو 3 ايه، 3 لايرز، تمام. بعد كده هنعمل ايه، هنيجي من الكيرزت موديل، هنامبورت للموديل، وبعد كده هنقول للموديل ده هنديله الانبوت والاوتبوت. فالانبوتس هنقول له في جي جي موديل دوت الايه، الانبوت، تمام. وهنديله الاوتبوتس بتاعنا اللي هو الاكس ده، اللي هو الاوتبوت اللي هو ايه، 10 نيرون. لما نيجي نعمل بقى سامري للموديل بتاعنا ده، هتبص تلاقي الايه، ده السمر بتاعنا. لاحظ ان اخرنا كان ايه، احنا كنا واخدين منين، من الماكس بول، وبعد كده ضفنا ايه، فلاتن ودنس ودنس، اهو ظاهرين عنده اللي هو فلاتن ودنس ودنس. لاحظ ان هنا كان اخرنا ايه، ماكس بول بس، صح. لكن لما ضفنا الثلاثه دول انضافوا فين، انضافوا هنا اهو اللي هو فلاتن دنس دنس. براحتك جدا ممكن تضيف لايرز زي ما انت عاوز، يعني انا مثلا لو عاوز اضيف لاير ده convolutional layer، فهنبدأ نضيف مثلا عندي 32 فلتر، والفلتر 3 في 3، والبادنج سيم، يعني حط لي بادنج، والاكتيفيشن ريلو للاكس. فانا هنا ايه، حطيت ايه، convolutional layer. ممكن احط كمان واحد اهو، ممكن احط كمان convolutional layer هنا بالشكل ده كده، ده كده هاخده كوبي احطه هنا، وممكن اغير بدل ما 32 فلتر اقول له مثلا 64 فلتر، تمام. الفلتر ده ممكن اقول له مثلا 5 في 5، تمام، بالشكل ده، ممكن سيم او فاليد براحتي، وهكذا. ممكن اضيف كمان لاير زي ما انت عاوز بقى، يعني انت بتبدأ تضيف اللايرز بحيث توصل لافضل اركتكتشر يبدأ يديك افضل نواتج عندك، تمام. وهكذا نفس القصة كده، ممكن اضيف بس 16 فلتر وهكذا. بعد كده ممكن اضيف ماكس بولينج مثلا، ممكن احطه هنا في النص مثلا، هنا بعد الاتنين لايرز دول اضيف هنا ماكس بول باتنين في اتنين، تمام، اللي هو بيعمل لي الدايمنشناليتي ريدكشن، هيقللها لي بدل ما هي 32 في 32 هتنزل معايا ل 16 في 16 وهكذا. فانا هنا ضفت 4 لاير. تعال نشوف كده الرن اهو، وتعالى هنا نرن، ايه اللي هيحصل؟ تعالى اوريك اللايرز اللي احنا ضفناها. فين البول ده، البول اللي هو سوري، فين البول، عاوز اوريك انا هنا رنينة دي ولا لسه؟
هو هنا اداني ايرور، تمام. خلينا نشوف الايرور ده ايه. طب خلينا نكنسل ده حاليا ورن كده، هو هنا ما ادانيش ايرور، تمام. فانا ضفت convolutional layer convolution convolution 3 convolution. تعال نشوفه هنا كده نضاف ولا لا في الموديل الجديد. لاحظ ان ده اخر layer كان معانا فوق في الموديل اللي هو القديم اللي احنا قاطعين منه، صح؟ بعد كده نضاف ايه؟ نضاف 3 convolutional layer اللي احنا ضايفينهم، وبعد كده flatten و dense وايه و dense، ده اللي احنا ايه ضفناهم معانا في الايه في الكود بتاعنا، تمام. تمام ايه المشكلة هنا في الراجل ده؟ خلينا نشوف كده ايه المشكلة، خلينا نشوف كده الايرور ده. خلينا نشوف اللايرز هنا عاملة ازاي. طبعا ده الموديل بتاعنا احنا، اخرنا كان فين؟ ده البلوك الرابع وده الخامس، وهنا اخدنا من هنا. هو فعلا المشكلة ان احنا ما ينفعش نحط ماكس بولينج 2 في 2. ايه السبب؟ السبب ان زي ما انت شايف هنا، ده الايه ده الاوتبوت شيب، يعني دي الصوره اللي طالعه في كل لاير، ودي البارامترز اللي بتعلمها. فهتلاحظ ان احنا هنا في اخر لاير ده ماكس بولينج اصلا، الصوره كام في كام؟ 1 في 1، تمام، في 512. معناها ايه؟ معناها ان انت عندك 512 صوره، وكل صوره هي 1 في 1، تمام. يعني انت في الاول خلص الصورة كانت 3 32 في 32 في 3. لو انت معاك السايز ده، تمام، 16 عادي، انت بتعمل ماكس بولينج عادي جدا اهو، فبتقلل الصورة عادي، تمام. لكن انت هنا في الاخر انت الصورة 1 في 1، الصورة 1 في 1، يعني هي بيكسل واحدة اصلا، فما ينفعش نحط ماكس بولينج. فعشان كده لما احنا هنا حطينا ماكس بولينج قال لنا قال ايرور، في ايرور. فاحنا ناخد بالنا ان احنا ايه نشوف الدايمنشن عامل ازاي، بحيث ان احنا واحنا بنضيف نبقى عارفين احنا بنضيف ازاي. ففي الحالة دي اهو كويس ان طلع معانا ايرور وتعلمنا منه ان ده الماكس بولينج، ما ينفعش احط بولينج هنا وهي اصلا الصورة هي بيكسل واحدة. فانا لما اخفضها هخفضها هتروح فين؟ يعني الصورة لو 2 في 2 ماشي، هقول لك ماشي، يعني دي الصورة لو هي 2 في 2 هيطلع لي كام؟ يعني هي 2 في 2 اللي هو 4 قيم، ففي الحالة ده هيطلع لي قيمة أهو زي ما هي 2 في 2، وطبق عليها ماكس بول طلع قيمة اللي هي 1 في 1، قيمة بيكسل واحدة بس. لكن لما أطبق عليها تاني لأ، هتديني ايرور بقى، هتروح فين؟ مش هيعرف، تمام. وبالتالي في الحالة دي الماكس بولينج هنا هيديني ايرور، تمام. لكن الكونف عادي مفيش مشكلة، اللي عنده بيبدأ يشتغل عليه ويطبق عليه الفلاتر مهما كان. لو كان صورة واحدة بس البيكسل فيها، سوري، الصورة فيها بيكسل واحدة بس، هيبدأ يشتغل الكونفوليوشن عادي جدا. فهنا لو عملنا شيفت انتر رنينا وهنا رن، هتلاقي زي ما قلنا ان ده البلوك الخامس، تمام. الماكس بولينج انضاف اهو لير 2 3 كونف، وبعد كده فلاتن، وبعد كده دنس. ممكن لو احنا حابين ان احنا نضيف دنس تاني عادي، يعني ممكن نيجي هنا ونضيف دنس براحتنا، يعني اهو نضيف دنس، سوري، بالشكل ده كده، ونضيف دنس هنا مثلا ب 300 مثلا. ممكن نيجي تاني هنا ونضيف دنس مثلا ب 30، تمام، وهكذا. فلو قلت شيفت انتر كده رن ورن دي، هتلاقي كله ظهر لي اهو، هتلاقي التلاتة لايرز، الكونف لاير اللي احنا ضفناهم والفلاتن، وهتلاقي هنا الايه الاربعة دنس اللي احنا ايه ضفناهم، تمام. فهنا احنا بنتعلم ازاي نضيف اللايرز زي ما احنا عاوزين، وازاي نعدل زي ما احنا عاوزين، تمام. خلينا نشيل كل اللايرز دي تاني،
ونرجع في القديم بتاعنا تمام، مين دول زي ما كان موجود فلاتن ودنس ودنت تمام، اهو فلاتن دنس ودنس. لاحظ كمان في حاجة كمان، احنا هنا اتعلمنا ازاي ايه نضيف layers في الشكل ده، هنا اتعلمنا ازاي نضيف layers زي ما احنا عاوزين تمام، يعني ازاي نقطع هنا، اتعلمنا ازاي نقطع اللاير الاخير ده اللي هو ده، وبعد كده نضيف اللاير زي ما احنا عاوزين زي ما شفنا دلوقتي. طب خلينا نشوف كمان حاجة هنا مهمة، احنا هنا قطعنا عند اخر لاير، طب لو احنا عاوزين نقطع عند اللايرز اي من اللايرز من هنا، نقطع مجموعة لايرز نعملها ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. لاحظ ان احنا هنا ده الموديل بتاعنا اللي هو ال VGG-16، الموديل ده اخره هنا اللي هو البلوك 5، بلوك 5 الماكس بولينج. لو احنا عاوزين نقطع مثلا من عند الراجل ده، يعني كل ده نقطعه، نقف بس من عند هنا ونبدأ نضيف، طب دي نعملها ازاي؟ او مثلا خلينا في حد قريب من فوق من هنا، عاوزين مثلا نقطع عند الراجل ده هنا، يعني ده يكون اخرنا هنا، طب دي نعملها ازاي؟ بسيطة، احنا هنا ايه قطعنا عند مين؟ ال VGG model layers of السالب واحد، يعني جبنا اخر واحد معانا. طب لو احنا عاوزين نجيب ده من عند هنا ونقطع كل اللايرز دي نعملها ازاي؟ تعال نشوف معانا. انت هنا او ده اول لاير اللي هو الانبوت لاير، ده الاندكس بتاعه بايه؟ بزيرو، الاندكس بتاعه بزيرو تمام، زيرو هو ما بيكتبش تمام. هو اخرنا فين؟ احنا كنا عاوزين نقطع من ايه، من هنا مثلا تمام، فخلينا ده زيرو الاندكس بتاعه زيرو، اللاير زيرو ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة كام؟ تمانية. فانا هقول له اقطع من عند كام؟ تمانية، وبالتالي كل اللايرز دي انا هشيلها، فاخر هنا كام؟ تمانية، اللي هو البلوك 3 كونف 2 اللي هو بلوك 3 اللي هو بداية تاني لاير من البلوك 3، ده بلوك 3 تاني لاير ده هناخده معانا، فاحنا قلنا كام؟ تمانية صح؟ هنيجي عند السالب واحد دي ونحط كام؟ تمانية. خلينا نرن كده ونيجي الرن دي كمان اهو، ايه اللي حصل؟ اهو بلوك 3 اهو اللي هو اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده بلوك 3 ده صح، اللي هو ايه 59 ده اللي هو عدد البارامترز دي 590 الف 80، فده احنا قطعنا من عنده اللي هو التمانية اهو 0 1 2 3 4 5 6 7 8. هتلاقي ان كل اللايرز دي اتشالت وبدأنا نضيف التلاتة لايرز، التلاتة لايرز بتوعنا دول بدأوا ينضافوا اهو هنا وهكذا بقى. فاحنا هنا في الحالة دي اتعلمنا ازاي نضيف نقطع اخر لاير ونضيف اللايرز اللي احنا عاوزينها، وتعلمنا كمان ان احنا ازاي نقطع من عند اي لاير واللايرز اللي احنا عاوزين نقطعها ازاي. جميل جدا، نبدأ نكمل بقى تمام. هنيجي هنا نعمل ايه؟ لاحظ ان التوتال بارامترز اللي انت متعلمها كام؟ 5,300,000 تمام. طب هنا لا، ده انت هنا كنت متعلم كتير قوي، 14,000 سوري 14,000,000. طب ده ليه؟ لان احنا قصينا هنا لايرز كتيره جدا قصيناها تمام. تعالى بعد كده نشوف، هو هنا بيعمل طريقه ان هو بيحول الليبل لوان هوت فيكتور، وان هوت ايه فيكتور، يعني هنا مسك الواي ترين والواي تيست اللي هي متخزن فيها الليبل تمام، ويحولها تو كاتيجوريكال او حولها لوان هوت انكودر. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف كده مع بعض الكلام ده ماشي ازاي. نعمل صفحة جديدة، انت عندك هنا ايه ده ال دي مثلا احنا قلنا ده الاكس ودي الواي، الاكس دي اللي هي الايمجز والواي ده اللي هو مين الليبل. فانا عندي الصورة دي مثلا فيها زيرو، فهنا ايه هتلاقيه كاتب لك زيرو في الواي. طب هنا الصورة دي مثلا باتنين، هتلاقيه هنا كاتب لك اتنين. طب دي مثلا اربعة، هتلاقيه هنا كاتب لك ايه اربعة. فانت عندك كام كلاس بالظبط؟ انا عندي 10 كلاس، 10 ايه 10 كلاس، كلاس اللي هو من زيرو لكام لتسعة. فالليبل بتاعك هتلاقي اللي هو الواي ترين ده او الواي تيست هتلاقيه من زيرو لكام لتسعة، هو ده الليبل العادي
حوله لتو كاتيجوريكال، حوله لك لايه زي ما انت شايف كده، تو كاتيجوريكال، حوله تو داش كاتيجوريكال. طب دي معناها ايه؟ معنى بتحوله لك لوان هوت فيكتور، وان هوت ايه فيكتور بالشكل ده كده، وان هوت فيكتور. وان هوت فيكتور بيكون بالشكل ده كده، اللي هو عبارة عن سبارس ماتريكس، ممكن نسميها سبارس ماتريكس. بالشكل ده انت عندك كام ليبل؟ 10 ليبل، فانا هحط 10 صفار، 2 4 6 8 10، تمام. وكل ليبل عندي هحط قصاده ايه؟ 10 صفار، 2 4 6 8 10. نفس الكلام هنا، 4 هنحط 2 4 6 8 10. طب هنا زيرو، هاجي عند الزيرو واحط كام؟ واحد، تمام. طب دي اتنين، الليبل بتاعها باتنين، هنيجي عند زيرو واحد اتنين واحط كام؟ اتنين. طب دي اربعة، سوري يا جماعة، اتنين، هنيجي عند اتنين هنا ونحط واحد، تمام. هي الماتريكس دي يا اما زيرو يا اما واحد. طب دي اربعة، هنيجي عند ايه كام؟ زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة، هنيجي عند اربعة ونحط ايه؟ واحد. طب مثلا لو دي بتسعة، جميل، هنيجي عند اخر واحد ده ونحط ايه؟ واحد، والباقي كله ده ايه؟ صفار. اتمنى تكون ايه واضحة، وهكذا بقى مع كل الليبلز. يعني لو في خمسة هنيجي هنا زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونحط واحد، فدي اسمها الوان هوت ايه فيكتور او السبارس ماتريكس، تمام. فهو هنا بيحولها من الليبل العادي ده، بيحولها للشكل ده كده. فهنا حولها الواي ترين كي والواي تيست كي زي ما انتم شايفين هنا، ده الواي ترين وده الواي ترين كي. ده الواي ترين اهو 6 3، وحولها دي لايه؟ الوان هوت ايه فيكتور، تمام. خلينا نكبرها كده شوية، تمام. ده الوان هوت، وان هوت فيكتور بالشكل ده كده. يعني الستة هتلاقي حاطط هنا، جه عند الستة حط واحد، تلاتة هتلاقي التلاتة حط واحد، هنا عند الواحد حط واحد، عند الاتنين حط واحد، وهكذا. فدي الوان هوت فيكتور اكنها بالظبط زي الليبل العادي ده كده، تمام. ففي طريقتين، يا اما تشتغل على الليبل العادي ده، يا اما تحولها تو كاتيجوريكال او اللي هو وان هوت فيكتور وتبدا تشتغل عليها عادي جدا. بس لاحظ مين الافضل، يعني لو انت بصيت كده هتلاحظ مين الافضل، ان انت تشتغل على ده ولا على ده. بديهي ان انت تشتغل على ده الافضل، يعني وخصوصا لو عدد الليبلز زاد معاك. يعني فرضا مثلا انت عندك 1000، 1000 كلاس، 1000 كلاس، فانت كده الموضوع كبير جدا، يعني عدد الكلاسز 1000 كلاس. فانت متخيل ان انت هنا تعمل سبورتس او وان هوت فيكتور شكلها عامل ازاي؟ المصفوفة هيكون ده عبارة عن 1000 ايه؟ عبارة عن 1000 كلاس. يعني انت هتنك ماشي كده هتعمل وان هوت انكودر او وان هوت فيكتور وانت ماشي كده، كلها صفار كده، تنك ماشي كده لحد 999 كلها صفار. فانت تخيل العرض بتاع الماتريكس هيبقى عامل ازاي، هيبقى يعني ماتريكس تقيلة اوي وماتريكس كبيرة جدا، ودي هتكون لود على الميموري، فهيكون صعب ان انت تشتغل بالايه، تحولها لكاتيجوريكال. فانت ممكن تشتغل بيها بالليبل العادي جدا اللي هو 0 1 2 3 لحد 999 كلاس، تمام. فده فايدة الايه اللي هو الليبل العادي. انما تو كاتيجوريكال ممكن تشتغل فيها في الداتا سيت الصغيرة، او ان انت عندك عدد الكلاسز بتاعتك صغير مش كبير، تمام. وفي الحالة دي برضو تاخد بالك من اللوس، لو انت شغال كاتيجوريكال في الحالة دي هتستخدم اللوس بتاعك ايه، هنشوفها دلوقتي هنوريها لك. كاتيجوريكال كورس انتروبي ده لو انت حولتها لوان هوت انكودر. طب لو انت شغال عادي بالليبل اللي هو عادي ده، في الحالة دي هتشيل اللي هو كاتيجوريكال كروس انتروبي وتحط حاجة اسمها سبارس كروس كاتيجوريكال كروس انتروبي، تمام. فده زي ما شفنا كده، تمام، حولناها لكاتيجوريكال وعرفنا شكلها عامل ازاي، تمام. بعد كده هنبدأ ايه نعمل ترين للداتا بتاعتنا. اول حاجة الباتش سايز ب 50، يعني ايه
يعني خد 50 صورة ب50 صورة ب50 صورة وابدأ ترين عليهم 50 ب50 ب50. طبعا زي ما انتوا عارفين احنا عندنا كام، عندنا رقم كبير جدا، 60,000 صورة. 60,000 صورة هيعمل عليهم ترين، فده رقم كبير. عشان يعمل عليهم كلك مرة واحدة ده صعب، فهيبدأ ياخد ايه، ياخد 50 في 50 في 50 في 50 ويترين لحد ما يخلصهم الايه، 60,000. تمام، فده الباتش سايز، حجم الباتش 60 صورة، يعني 60 ايمج او 60 ريكورد. تمام، طب في الحالة دي هيبقى عندك كام باتش؟ يعني الباتش سايز حجمه 50، طب الباتش في الايبك الواحدة هيبقى عندك كام باتش؟ هتقسم ال60,000 على مين؟ يعني جيب الكالكوليتر، هتقسم ال60,000 اهو على مين؟ الباتش سايز ب50 صح؟ يبقى ال60,000 على 50 هيديك 1200 ايه؟ 1200 باتش، يعني هيبقى عندك 1200 باتش. ال60,000 دول هيتقسموا على 1200 باتش، كل باتش فيها عبارة عن 50 صورة أهو، زي ما أنت شايف هنا كده، إن أنت إيه، كل إيبك فيه 1200 باتش، فبيبدأ كل باتش يتم شغال لحد ما يوصل ل1200 لألف وإيه، لـ1200. لاحظ إن ده في الإيبك الأولانية من 1 لـ10. أنت عندك كام إيبك؟ 10 إيبك. معنى إيه 10 إيبك؟ معنى 10 إيبك إن هو بيترين 10 مرات. يعني أول مرة هيترين هيخلص ال 1200 إيبك، تمام كده خلص الإيبك الأولاني. بعد كده بتقول له أنت بقى إيه، روح أعمل ترين تاني. تمام، ففي المرة التانية المفروض بيروح فورورد وباكورد، بيرجع فبيحسن من النتائج تاني. تمام، فالإيبك التانية يبدأ يشتغل 1200 من 1200 ويحسب اللوس والأكيروس والحاجات دي، وبعد كده الإيبك التالت والإيبك الرابع وهكذا لحد ما يوصل لكام، ل10 من 10 إيبك اللي هو 10 مرات. انت ممكن تخليه يترين 20 مرة، 50 60 100 200 وهكذا لحد ما تشوف ان هو هيديك اعلى اكيورسي فين. وطبعا ده الباتش سايز، كل ما تقلله برضو كل ما يكون احسن. هو هنا ب50، تمام ممكن تخليه 40 30، عاوز تعلي مفيش مشكلة، بس كل ما يقل كل ما يكون اكتر. وطبعا عدد الايبوك انت بتعليها اكتر من كده، انا هنا بس مخليها 10 لان هو بياخد وقت كبير اوي في التريننج، فعشان ننجز بس اكتر. لاحظ ان هنا ده الاستوكاستيك جريدنت ديسنت اهو من الكيرز دوت اوبتمايزر، ده الاوبتمايزر بتاعنا دوت اس جي دي، اختصار لاستوكاستيك جريدنت ديسنت. وهنا بياخد الليرنينج جريد، بيكون دايما ما بين الزيرو والواحد. هنا هنبدأ بقى الموديل بتاعنا اللي هو الفي جي دي موديل ترانسفير ده، هنبدأ نعمل له كومبايل ونديله اللوس. طبعا اللوس هنا ايه، كاتيجوريكال كروس انتروبي، لان احنا شغالين هنا ايه، كلاسيفيكيشن بروبلم بلس كمان ان احنا حولناها لكاتيجوريكال. ففي الحاله دي هنستخدم ايه بالظبط، كاتيجوريكال كروس انتروبي، لان احنا حولناها لوان هوت انكودر او وان هوت فيكتور زي ما احنا شايفين كده، فهنستخدم كاتيجوريكال كروس انتروبي. طبعا الاوبتمايزر هو ستوكاستيك جريديان ديسنت اهو، لا اكتب الاختصار بتاعها اس جي دي اللي هو اختصار لمين، ستوكاستيك جريديان ديسنت. ده اوبتمايزر بيحاول ان هو يوصل لاقل ايرور على قد ما يقدر ديسنت. وبعد كده المتريك طبعا اكيورسي، لان احنا شغالين كلاسيفيكيشن بروبلم. هنبدا هنا ايه الموديل ده، هنقول له دوت فيت، يعني ابدا بقى اعمل ترين. هندي له الترين بتاعنا الاكس ترين والواي ترين. لاحظ ان الواي ترين كي اللي هي ايه، اللي احنا حولناها لكاتيجوريكال، ودي اللي هي اندر سكور 32، ده بعد ما حولناها 32 في 32 في 3. ده الباتش سايز، هندي له الباتش سايز بتاعنا اهو اللي فوق. والايبوك هندي له عدد الايبوك ب10. والفيربوس 1 دي ليه استخدامها، ليه؟ عشان تظهر لي اللوجز دي، لو انا شلتها مش هتظهر لي اللوكس، فدي فايدتها بس. بعد كده الفاليديشن داتا دي اللي هيبدأ يعمل عليها تيست، تمام، ويقيم نفسه. تمام، هنعمل تيست على ايه، على الاكس تيست والواي ايه، والواي تيست. اعتقد كده انا اتمنى يعني نكون فهمنا كل حاجة في الجزئية دي، جزئية مهمة جدا طبعا. وزي ما قلنا ده في اللوس، احنا هنا بنستخدم كاتيجوريكال كروس انتروبي. طب لو احنا مش عندنا الماتريكس دي،
لاحظ لو احنا الماتريكس دي مش عندنا واشتغلنا على الليبل العادي، في الحالة دي زي ما قلت لك هنشتغل هنا في اللوس، هنقول سبورس اندرسكور كاتيجوريكال اندرسكور كروس انتروبي. تمام، طيب وعرفنا ان مين الاحسن هو اللي احنا نشتغل ايه في السبورس كروس انتروبي اللي هي دي، بدل ما نحولها ل وان هوت انكودر، وخصوصا مع الكلاسز اللي هي كبيره اللي هو 1000 كلاس مثلا. تمام، هيبدا يعمل ترين زي ما احنا شايفين كده. ده الايبوك الاولاني من العشرة، احنا عندنا 10 ايبوك يعني هيلف 10 مرات. الايبوك الاولاني هيبدا يترين عادي جدا. هيترين ازاي؟ قلنا هيترين باتشات، باتش باتش. طب الباتش كام؟ 50 صوره. طب احنا عندنا كام باتش؟ هنقسم ال 60000 اللي هو الترين سايز على 50، فهيدينا 1000 1200 مره. هيقعد كل مرة كده يلف وياخد 50 صورة بخمسين صورة، تمام، وهكذا. فبيبدأ يحسب الايه اللوس والايه والاكيورسي، يعني بيشوف الفقد قد ايه والاكيورسي بتاعته قد ايه، ده على الترين. طب وهنا الفاليديشن لوس والفاليديشن اكيورسي دي مين؟ دي اللوس والاكيورسي على مين؟ على التست او لا على الفاليديشن. فهتلاحظ ان هنا في الاول الاكيورسي قليلة شوية 85، وهنا اللوس 46، وهنا الفاليديشن يعني ايه 88 كويس عالي، وهنا 36 اعلى يعني من ده. تمام، هتلاحظ ان هو خد كام؟ خد في الايبوك دي 226 سكند، وهنا بيقول لك كمان ان هو خد 189 مللي سكند بير ستيب، يعني الستيب الواحده خد فيها 189 مللي سكند. تمام، تعال نحسبها كده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك 189، سوري 189، تمام، في كام؟ لو احنا عاوزين نحولها في الستيب، طب هو هيمشي كام ستيب؟ هنقول ان هو الستيب ده معناها 60000، تمام، 60000. او كتب غلط، 189 في 60000 هنساوي كام؟ 11 كذا ملي سكند. يعني ايه الملي؟ هنقسم على 1000، صح؟ على 1000 يساوي 11000. طب خلينا نشوفها كده ايه هو هنا في الستيب. احنا عندنا 189 في هو الستيب هنا ممكن يكون معناها اللي هو 1200، هنقول في 1200 تمام على 1000 اهي، طلع 206 وايه 26 و8 من 10، يعني 200 226 ثانية. تمام، فالستيب هنا يا شباب معناها ان في الباتش سايز على كله، لان هو ساعات يعني بيقول لك التايم ده في بير سامبل يعني في العينة او في الصورة بس، وساعات احيانا يعني دي قال لك هنا بير ستيب في الباتش ككل، فانت على حسب ما بيكون هو مطلع هنا. فهنا ال 189 مللي سكند دي خدها في الباتش ككل. انت عندك كام باتش؟ 1200 باتش. فتعال نحسبها تاني، يعني 1200 باتش تمام في كام؟ كل باتش خد 189 مللي سكند اهو، فخدوا كلهم 226800 مللي سكند. طب عاوز نحولها للسكند على كام؟ على 1000، هتطلع معايا 226 ايه سكند. فهو خد في ال 1200 باتش كلهم 226 ايه سكند. فخد بالك ان هو هنا ساعات لو انت عدد الباتشز عالية جدا فبيقول لك الباتش خد قد ايه. طب لو انت الباتش سايز قليل، يعني انت هنا مثلا حاطط الباتش قليل
يعني عدد سوري الباتش سايز ده انت خليته عالي ب 120 مثلا او 200، ففي الحالة دي عدد الباتشات هيقل صح؟ فلما يقل هو بيجيب لك الايه، بيجيب لك هنا التايم بتاع الصورة ذات نفسها، لكن هنا عشان عدد الباتشات عالي تمام فهو بيجيب لك التايم بتاع الباتش، فهنا التايم بتاع الباتش 189 مللي سكند، اضربهم في عدد الباتشات 1200 اقسم على 1000 هيديك التوتال تايم ككل، وهكذا يا شباب. تمام احنا هنا بس ايه من يعني حبينا نعرف ايه الديتيلز دي، دي التايم ككل بتاع الايبو كلها، دي التايم بتاع الستيب، عرفنا هنا ان الستيب هي الباتش سايز الباتش الواحده، لكن قلنا ساعات بيكون الكلام ده بالمايكرو سكند وبتكون للسامبل الواحدة بس أو للصورة، ففي الحالة دي هتضرب ده في عدد الصور كله عشان تحسب تقسم على 1000، ده الأكيوريسي تمام، وده الفاليديشن لوس، وبعد كده ده سوري ده اللوس والأكيوريسي للترين، وده الفاليديشن لوس والفاليديشن أكيوريسي لمين؟ للتست او الفاليديشن، وهكذا بقى، ده الايبوك التاني ده الايبوك التالت والرابع وهكذا، وانت ماشي لاحظ ان انت ايه كل ما بتمشي اكتر كل الاكيورسي ما بت ايه ما بتعلى معاك، 91 92 93 ها وانت ماشي 94 اهو وصلنا وهكذا. طبعا ده عشان 10 ايبوك بس، فانت ممكن تخليها مثلا 30 ايبوك 40 هتلاقيها تزيد، ممكن توصل معاك ل 99 كمان. تمام، ده بالنسبة للقصة دي. بعد كده هنا ال VGG model transfer dot predict هتعمل predict لل X test هيديك ايه ال Y predict probability، يعني هو هيرجع لك probability. تعالى نطبع دي كده برنت لمين لي دي، لما تطبع هتلاقيها probability، يعني هو ايه زي ما انت شايف كده probability اهو، انت عندك كام، عندك كام كلاس من 0 ل 9، من 0 ل 9 كلاس صح، فهو بيرجع لك probability، يعني بيقول لك ان الزيرو probability مثلا بتاعه 1 من 10، الواحد probability بتاعه مثلا 2 من 10 مثلا، الاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة، فهو بيطلع لك لكل كلاس probability بتاعته، دي مثلا 1 من 10، ده 1 من 10، 2 4 5، ده 5 من 100 وهكذا، ده 1 من 10، ده مش عارف مثلا 3 من 10، ففرضا مثلا ان ده اعلى probability فهيروح يا ايه ياخد مين ال probability ده. فزي ما انت شايف ال predict probability جايبه probability لكل صورة، لكل صورة جايبه ال probability بتاعت الايه الكلاسز لها كلها. تمام، طب احنا هنعمل ايه؟ احنا عاوزين الكلام ده؟ لا احنا عاوزين نقول له هات لنا الاندكس بتاع اعلى probability، يعني مثلا هنا فرضا ان احنا عندنا دي فين؟ ان الستة دي دي الاعلى probability عندنا اللي هي التلاتة دي 3 من 10، فهنروح ناخد مين؟ الستة، فانا هقول له هات لي الاندكس بتاع اعلى مين؟ اعلى probability، هات لي الاندكس بتاع اعلى probability اللي هو 0 1 2 3 4 5 6، روح هات لي مين الاندكس بتاعها اللي هو الستة، الستة لما نقول له هات الاندكس يعني الستة، الستة هي مين؟ هي الستة. فهنيجي هنا نقول له في ال y predict probability dot arg max للاكسس سالب 1، يعني هات لي الايه الماكس بتاع ال probability اللي هات الاندكس بتاعها بقى، فهنا جبنا ال y predict. هنبدأ بعد كده نحسب بقى الكونفيوجن ماتريكس والكلاسيفيكيشن ريبورت والكلام ده كله. ف هنبدا نمبورت من الاس كي ليرن دوت ماتريكس، هنمبورت الكلاسيفيكيشن ريبورت والكونفيوجن ماتريكس والاس ان اس عشان نعمل هيت ماب هنشوفها دلوقتي. فدي فانكشن كده بسيطه بتاخد الاكشوال والبريدكتد تمام، فهنيجي هنا نقول له الكلاسيفيكيشن ريبورت اهي بتبصيله بس الاكشوال والبريدكتد، ونفس الكلام الكونفيوجن ماتريكس بتبصيله الاكشوال بريدكتد، وهنطبعهم اهو هنشوفهم. وهنا هنعمل الهيت ماب عشان ايه الهيت ماب دي بتاخد الكونفيوجن ماتريكس
تمام عشان تعرض لنا الرسمة اللي انت شايفها. فلاحظ ان الكلاسيكيشن ريبورت دي جميلة جدا، بتعمل لك ايه؟ بتجيب لك البريسيشن والريكول اف 1 سكور والسبورت، كل الكلام ده الايه الكلاسيكيشن ريبورت بتحسبه لك. لو تفتكر احنا كنا في اول اساينمنت كنا بنحسب الكلام ده بايدينا، اللي هو البريسيشن والريكول اف 1 سكور، وكنا بنحسبه لكل كلاس. انت اهو ده الكلاسيكيشن ريبورت بتحسب لك كل الكلام ده، جاست ان انت بس ايه بتستدعيها وتبص لها الاكشوال والبريدكتد ليبل بتاعها. تمام، بعد كده بتحسب لك برضو الاكيورسي، اهي انت جايب 94%. تمام، اللي هي انت هتلاحظ اصلا 94 اهي اللي هو اخر موديل، يعني هو بيجيب لك اخر موديل عندك او اخر ايبوك، هو ده اللي بيعتبره ده الموديل بتاعك. تمام، طيب وبعد كده دي الكونفيوجن ماتريكس اللي احنا حسبناها، جايبها لك بالشكل ده، وده الهيت ماب بتاعها اهو اللي هو 972 972، بيكون بشكل بس ايه فيجواليزيشن احسن شوية بدل ما هي ارقام كده. تمام، فدي الفانكشن حاططها لك اهيت، بتظبط الحاجات دي كلها بسهولة، سواء كونفيوجن ماتريكس او الكلاسيكيشن ريبورت او هيت ماب. تعالى اخر حاجة معانا بقى، ان احنا هنعمل فيجواليزيشن للهيستوري. لاحظ ان انت ايه، ان انت كل الكلام ده كله اتخزن فين؟ في الهيستوري، كل اللي هو اللوس والاكيورسي للتريننج، والفاليديشن لوس والفاليديشن اكيورسي للفاليديشن، كل الكلام دي كل الكلام ده بالنسبة للايبوكس كلها متخزنة في الهيستوري. فاحنا عاوزين الكلام ده نعمله ريبريزنتيشن في شكل فيجواليزيشن، ان احنا نقدر نشوفها بشكل احسن ونفهمها اكتر. فهنعملها ازاي؟ طبعا هنيجي في الهيستوري، هنيجي هنا نقول له بلوت دوت بلوت الهيستوري دوت هيستوري، وندي له الكي. مين الكي دي؟ الكي دي هي عباره عن الاكيورسي، الاكيورسي او الاك. تمام، الاكيورسي او الايه او الاك دي، بس ايه احنا بنقول له لو انت اف، لو الاكيورسي في الهيستوري او الاك في الهيستوري هتهنى. يعني السطرين دول بس هنعملهم عشان الفيرجن، لو في فيرجنز مختلفه، لان في فيرجن قديمه كان فيها بس الاكيورسي، في فيرجن جديده مثلا فيها الاك بس، فعلى حسب انهي واحده فعشان يدهلنا بس. فهنا بنقول له بلوت دوت بي ال تي دوت بلوت هيستوري دوت مين هيستوري، وهات لنا مين الكي اللي هي الاكيورسي، وبعد كده هنقول له هات لي الفاليديشن اكيورسي، فاليديشن اندر سكور بلس مين الكي اللي هي الاكيورسي. فهنا احنا بنعمل بلوت لمين؟ للاكيورسي بس. تمام، بنعمل فيجواليزيشن للاكيورسي بتاعت الترين، والاكيورسي بتاعت الايه الفاليديشن او التست، اللي هو الاثنين زي ما انت شايف كده. وهنا نفس الكلام برضو، احنا هنا هنجيب مين؟ اللوس. هنقول له اعمل بلوت للهيستوري لللوس والفاليديشن لوس، يعني اعمل لي بلوت لللوس بتاعت الترين وللوس بتاعت مين بالظبط، بتاعت الفاليديشن او التست. طبعا ده التايتل اهو، موديل اللوس ده، وده الواي ليبل والاكس ليبل. الواي ليبل اهو بلوس، والاكس ليبل الايبوك. تمام، ودي الليجند بتاعتنا ترين تيست، خلاها في الابر ليفت يعني فوق في الليفت اهي ترين، ودي التيست. وزي ما احنا شايفين كده لو هنبدا نفهم اكتر، انت عندك كام ايبوك؟ لو تلاحظ احنا عندنا 10 ايبوك اهو، 10 ايبوك لحد 10. فزي ما انت شايف كده دي ايبوك 0 لحد 10، الاكيورس كانت قليله فبدات تزيد تزيد وماشي كويس. فاحنا المفروض ان احنا نكمل ل 30 40 50 100 ايبوك لحد ما يطلعوا لاعلى حاجه. هما هنا حاليا وصلوا ل 94 مع بعض اهو. لاحظ ان هنا كان في اوفر فيتنج، يعني ايه؟ يعني الترين كان قليل في الاكيورسي لكن التست كان عالي. ما هو مش اوفر فيتنج، يعني هو حاجه هي مش اوفر فيتنج. تمام، هي عكس الاوفر فيتنج، هي مش اندر برضه. تمام، لو انت جيت هنا هتلاقي اللص عكس مين؟ عكس الاكيورسي، ان انت ايه نازلين اهو. تمام، اللص بتاع الترين عالي انما اللص بتاع مين؟ التست قليل، وبدأ ينزلوا مع بعض. المفروض نكمل اصلا، يعني ما نوقفش هنا، لان الموديل شكله بيتحسن احسن واحسن، والاتنين بيتحسنوا مع بعض. تمام، فدي حالة ايه غريبة شوية، ان انت عندك الترين الاكيروسي بتاعه قليل بس التست الاكيروسي بتاعه ايه بتاعه عالي.
هو المفروض يعني الصح ان احنا الاثنين يعني يكونوا عاليين، الترين الاكيورسي بتاع الترين والاكيورسي بتاع التست الاثنين عاليين زي ما انت شايف كده، وهكذا وهم ماشيين بقى مع بعض لحد ما يوصلوا مثلا 98 99 او غيره. تمام. فده بيورينا بس ايه شكل فيجواليزيشن افضل لللوجز اللي هي بتطلع فوق دي اللي احنا شفناها دي. تمام. تمام. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ده مفيد، اتعلمنا ازاي نستخدم الترانسفير ليرنينج في شكل الفيجي جي 16، اتعلمنا ازاي نقطع عند اخر لاير ونقطع اللايرز اللي احنا عاوزينها ونضيف اللايرز اللي احنا عاوزينها، اتعلمنا ازاي نحسب الكونفيجن ماتريكس كاسكيشن ريبورت والكلام ده كله، وان احنا نعمل ترين ونعمل فيجواليزيشن للاكيورسي واللوس وكل الكلام ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.